عسلي ماما، مرحبا بيك. السلام، السلام عليكم، مساعك وكل شيء. الشاب شاكر كاك. الشاب شاكر اسم فني هذا. اي مو انا نغني، حكيت المره فات على الكليب، معناها قلت لك وقتها هبطت الكليب نتاعي عشان يوتيوب. ديجا الغنايه مشيت على اليوتيوب وجوها به الغنايه. عملت توا من نسبه مشاهده؟ توا وصلت 50,000، المره فاتت قلت لك 30,000، توا وصلت 50,000 مشاهده والحمد لله، يعني من غير سبونسوريزي، معناها الغنايه قاعده تخدم جوها به. معناها اخترنا باش نحكيو على صعوبات الزواج في تونس. صعوبات الزواج، الدنيا غليت، وعندي صاحبي انا البارح يعني كما نقولوا حكى لي على موضوع العرس وكل شيء، يعني ما بين دار وعرس وكل شيء 150 مليون، معناها هذا ما بين عرس ودار وكل شيء. حاسيلو راهي ما تخلصش تونس هذيا بصراحه. بالنسبه انا نصيحه للشباب، مش انا واحد من الناس مش باش نعرس، معناها انا راه في روحي هكايا، معناها العرس في تونس انا نشري كرب وما نعملش عرس، معناها في تونس نرى فيها الدنيا غلات برشا، نرى فيها يعني انسان في العيشه بركه، في العيشه بركه انسان يتعب من غير حتى باش يوصل للعرس، انا راه هكايا معناها. ديمك ما تخممش في العرس، دونك انت ما تخممش في العلاقات العاطفيه جمله. والله انا خممت قبل وصحبت قبل وعملت اصحاب وفي بالي باش يفيدوني، في بالي باش ينفعوني. تو وقتنا، تو لا ينفعك صاحبك وما ينفعك حتى واحد. علاش قلت لك هكا؟ انت تو ما تنجمش تمشي تتعرف على طفله وانت ماكش ناوي تعرس، يعني اكيد باش تضيع لها وقتها. انا من الاخر ثم كلمه باش نحكيها، والكلمه ذي ما يقولها حتى شباب تونسي، انا باش نقول انا من الاخر، انا من مان باش نحكي معاها، باش نقولها برجوليره، مش نبقوا خيان واصحاب عادي، معناها ما عنديش معاها حتى اصدقاء، يعني ما كومش كوبل. لا انا مش باش نوصل باش نخطبها، ومش حتى باش نقولها لك، يعني علاقه عابره، معناها شنو حتى طفله ما ترضى تكون علاقه عابره. بالنسبه لي انا الطفله اللي كانت معايا عندي عامين بار اكزومبل، حكيت فيه الموضوع هذايا، عندي عامين، كي عندي انا عامين وحكينا وكنا اصدقاء مع بعضنا ونخرجوا مع بعضنا وجونا به واصحاب وخيين. اي وخيين حاجه اخرى، ما هي تحبوا بعضكم راهي تولي علاقه اخرى. اي نحكي لك في سيرتو، معناها نحكي معناها خيين نخرجوا مع بعضنا، ما عندي يعني ما عندي حتى بروجرام، فهمتي كي هو معناها. اما بالنسبه للاصحاب أبار الطفلة هذه، أنا صحبة أصحاب أخرين لكني ما نفعونيش، معناها وحتى كنت مع الطفلة هذه معناها جت أيامات تعرفنا بعضنا وحكينا مع بعضنا وخرجنا مع بعضنا وقلت لي نمشي القمرت، تمشين القمرت وتعشينا وجونا به. أما أنا بالنسبة باش نحكي في الموضوع اللي نحكي فيه أنا، الأصحاب ما عادش فيها أمان، والعرس راهو في تونس راهي مشكلة بالنسبة لي أنا، راها مشكلة. مشكلة وإلا ماديا ما تقدرش. أي واحد، أي إنسان، أي مواطن تونسي توا راهو بالنسبة لي أنا راها ظروف مادية باش يقول لك أنا ما نجمش. نعرس ب 150 مليون ما بين عرس ودار ولا 200 مليون. أي شباب تونسي ما نجمش يقدر في الموضوع. برشا معرسين عايشين في الكري. برشا معرسين، انا واحد من الناس، عندي خويا معرس وحسيته تعب، انا انسان نحس نفسيته تعبه، معناها ماديا تعب، معناها ظروفه تعبه، خاطر راهو ثم ناس ما يهمهمش في حاجه. انا باش نحكي في الموضوع هذا، هو شني يقول لك اخويا تو نعرس وتو يحلها ربي وتو جوي به وكل الموضوع. الراجل يخدم في خدمه رسميه وساليرو به، يعني نجم يعرس. اي نجم يعرس، اما راهي العباد ما عادش فيها مان، تنجم اليوم تمشي معاه بطريقه بيه، تنجم غدوه تتقلب عليه تقول له اعطيني نفقه. تي ما تفرجتيش انت في البرنامج اللي جابوه، معناه في برنامج في التاسع هذاك، يعني 14 مليون مسال فيهم نفقه. يعني بصراحة كنشوف ثم حاجات معناها، وهو معناها في السبيطار مريض وقالت له اعطيني 14 مليون، معناها أنا واحد من الناس الوقت هذاك تينا نمشي ننتحر، ثم حاجات راهي نقسم بالله قلبي عليها يوجع برشا.
والله العظيم. معناها الراجل خايف من العرس. الراجل يخاف من العرس. الراجل اليوم الشباب التونسي اليوم يخاف من العرس. خاطر اليوم الثقة ما عادش ثقة، والكلمة ما عادش كلمة، ما عادش واحد يعطيك كلمة اللي أنت معناها الكلمة هذيك، خاطر يقول لك الكلمة أخت الموت. الكلمة راهي عندها معنتها، راه واحد كي يعطيك كلمة راهو سيء. لا. وقتاش تولي تخمم في الزواج؟ أنا بالنسبة لي أنا تو عندي بروغرامي كما قلت لك، نخمم باش نهبط الأولاد كما قلت لك، من التيتر الجديد راهو على قريب، وإن شاء الله الغناية تسجلت هي جوها باهي، والتيتر راهو باش يهبط، وجونا أحلى جو الأولاد، فهمتوني؟ قلت لك وقتاش تولي تخمم في العرس؟ بالنسبة للعرس أنا تو واحد خل نفهم روحي بشوي بشوي. بالنسبة للعرس أنا حكيت فيه الموضوع، أنا راني إنسان ما نقدرش باش نخلص 150 مليون، خل نوضح لك معناها. نتاع شنو هو 150 مليون؟ 50 مليون أنا 150 مليون باش نعمل دار، باش نجيب دار، معناها باش نبني دار، باش نقد دار، باش نصرف على العرس 50 مليون. اللي انت سامحيني يا اخا ماكيكا معناها جيبوا هي العرس. مش حكا مش راهو ساهل العرس، ثم ناس يقول لك اخويا او العرس او في تونس النجم نعمل ونعمل ونجم ونجم، يا تي راهو مش ساهل، راهو الحديث راهو ساهل. معناها انا واحد من الناس غنايه وكليب معناها صرف عليها 600,000 غنايه وكليب، معناها هذه 600,000 غنايه وكليب، خلي عرس معناها وخلي قلت لي التكلفه نتاع العرس 50 مليون هكا ولي العرس. خلي في الدار، ناحيه الدار مش نب، خاطر الدار انت قلت قديش قلت لي الدار باش تكلف؟ الدار 120 مليون اقل دار معناها، وفي حومه شعبيه ومش دار بيها يا معناها. اي والعرس؟ بالنسبه للعرس 50 40 مليون وما يعرسوا لكش عرس بيعي، 40 ممكن يعرسوا يقدوا معناها يجيبوا مثلا كما نقولوا نجم نعرس بها معناها بين الماب اللي باش تشريه وما بين المصاريف اي معناها باش يقول لك راهو فرقه، الفرقه بركه تتكلف 4 ملايين، فرقه معناها 4 ملايين ومصاريف العرس معناها تي كلها نحسبوها 50 مليون كلها معناها في قلبها بعضها 50 مليون، هي 50 مليون عرس زاد الزوال اليوم في تونس راه ما يقدرش على 50 مليون، وهما راه ماشي هي معناها اللي عرسوا في تونس الكل صرفوا 50 مليون؟ صرفوا حتى أكثر من 50 مليون، أنا عندي صاحب هذا مسلم في 7 ملايين، 7 ملايين وهو صرف 7 ملايين 14 مليون، والمرأة معناها معاوناته ب 15 مليون. معناها هذه 45 مليون ولا هي 50 مليون الرجل وحده يصرفهم ولا مع بعضهم؟ والله اسمعيني هو راهو في الدنيا ذي كان كيما نقولوا كيما الرجل والمراه مثلا متفاهمين معناها يعني متفاهمين معناها على المصروف يعاونوا بعضهم معناها كيما نقولوا يعاونوا بعضهم يحطوا اليد في اليد معناها بلغه اوضح معناها ينجم هي شوي وهو معناها هي شوي وهو شوي ينجموا يبنوا مستقبلهم معناها ينجموا يعانوا بعضهم شوي، اما يعني واحد ما ينجمش واحد والله لا ينجمها ولا ينجم يعمل حتى شيء، خاطر الدنيا صعبت برشا ظروف أنا تفضل انك ما تتزوجش. انا بالنسبه لي انا خاطر كثرت بكلمة أنا لا علينا. بالنسبة لي أنا مش باش نعرس وحاجة عادية ماهيش مشكلة. أنا منيش خل نزيد نوضح. أنا جتني مشكلة من الموضوع هذايا، من موضوع العرس هذايا جتني مشكلة. منيش المشكلة جاتني؟ حتى نحكي لك. المشكلة جاتني من موضوع العرس هذايا. كيفاش؟ حتى نحكي لك أنا كيفاش. مشيت مرة سيد عرفت على بنية أنا مش باش نحكي فيه الموضوع هذا، أما توا أنا برجوليك حكينا في موضوع العرس باش نكمل نحكي فيها الحكاية. تعرفت على طفلة مشيت معاهم لدارهم وكل شيء حاصل، ومشيت معاهم للدار هزيت قضيات معايا، وما كي تعرفي أي واحد يهز قضيات فهمت. مشيت من هنا جاوي بيه معناها، مشيت من هنا هزيت قضيات ركحت أموري مشيت من هنا، قالوا له الكلمه ذيك مشني شنو الكلمه من الكلمه ذيك 3 سنين وانا مريض منها الكلمه ذيك لا
درجة أنت ضعيف الشخصية؟ خاطر ما كنتش شنو قالوا لك؟ أنا ما كنتش ضعيف. فهمتك، لخص خاطر ما عادش بكري. أنا إنسان باش معناها إنسان أنا باش يجي أي واحد يحقرني مش سهلة. عندك الحق، الرجل عمره ما يتحقر. الرجل عمره ما يتحقر. سوى الرجل وإلا المرأة. والمرأة زادة راهي عندها شخصية وتنجم امرأة عندها كرهبة وعندها بلاص وتنجم راهي تنجم. هي الشخصية راهي بعيدة على الكرهبة والبلاص راهي. شخصية معناها هذيك حاجة يا عندك يا ما عندكش. تنجم امرأة تقيها مثقفة خير من الراجل. وتنجم معناها راجل بثقافته برجوليته وبالثقافة نتاعه معناها معناها. شنو هو الكلمة اللي تقالت لك سامحني؟ الكلمة تقالت لي ما نجمش نحكيها. ويستحيل أنا باش نحكيها ومش باش نحكي حتى في شيء. أنا اليوم جيت حكيت في الموضوع على معناها على الزواج، حكينا برشا على الموسيقى الحسن وكهو. ربي يوفقك. عايش. شكراً.